بومزي. السلام عليكم شباب، معكم نصر عمران وخالد من دسل داست جيمينج، واليوم راجع براجع تعودت انا على المراجعة. سوي انبوكس حق بيرسونا 5 تيك يور هارت اديشن، تيك يور هارت بريميوم اديشن اللي هو هاي الكولكتر اديشن مال اللعبة. وشوف شنو داخل البوكس. طبعا هاي كل جزء غير، يعني كل جزء قصة غير، فيعني اكيد ما نعرف الشخصيات وما نعرف اي ولا حرف فيهم، يعني مو لازم تلعب 1 2 3 4 عشان تفهم القصة، يعني عادي شيء تبدي في 5. هي لعبة جابانيز ار بي جي، جي ار بي جي، وايد يعني من سكوراتها وذي، يعني وايد لعبة ناجحة، وايد ضج عليها يعني. بس مشكلة في هالألعاب ما يعجبون كلمة. يعني لهم شو يسمونه جمهورهم الخاص. أول شيء هو الارت بوك، طبعا حلو، أنا عجبني فن الصورة، وايد فن يعني. حلو حق حلو حق بوستر القوطي، بعد فهم يصير انه خذ السي دي صفح نفس كل الـ يعني الارت بوكس، في صور الشخصيات، خلينا نشوف صور الشخصيات وارت سيتنجز، يعني الستريشنز مال اماكن يمكن او شيء شيء. البوكس يعني ارت بوك العادي متعودين عليه. اوكي شنو بعد؟ حلو حلو الرسم مال كل شيء، خلصنا منه. وفي الساوند تراك مال اللعبه، بس مو كل الاغاني في الدي سلكتد ساوند تراك، يعني هم مختارين ايش قد اغاني يحطون بالسي دي، مش الحركه يعني ما بس حطوا كل كل الاغاني يعني 19 اغنيه فيه. بس استخدموا يوتيوب، هاي خلوا عندي بس. وفي هاي طبعا انا اشوفها يعني اخذ شيء في الهاي، لان ليش لان كنا ما تبي يعني شيء ترد للبتارقة تخليها يعني انت تخلي شكله معافك الوردي. المهم هاي يعني ما شلون تسوونها، مخدينها شيء من السوق او شيء، مو كواليتي يعني مبارك يعني لو تعبين عليه شوي نوره. خلي سيدي اخر شيء، وشيء رابع اللي هو الشنطة. نبطل نشوف هل يصير مستخدمه ولا لا؟ ايش كبر الشنطة نشوف. قلت لك مان بيرس، مان بيرس ليه؟ شنط شنط شلون البنات عندهم شنط البيرس حط المكياج فيه ذي، انت قاعد تسوي نفس الشيء بس تحط اغراضك الرجولية يعني مو مكياج ذي. مور شنو بتحط فيها انت يعني وانت تتمشى في مجمع؟ تحط بلاي ستيشن او تحط ذي داخل او لا تخليه شوي طالع اي بلاي ستيشن؟ مو تيزي بلاي ستيشن لا تيزي. صراحه توقعتها اكبر يعني مره من يعني الدعايات، واحد حسيتها وايد اكبر. اخر شيء اللي هو اللعبه ستيل كيس، حطينا عليه الشخصيات، اتوقع شفتونا لعنا في الانستغرام، في عندنا سوينا انبوكس على هذا الصغير نفسه، حاطين لك اي شنو سي امبورتنت هيلث اند سيفتي وورنينجز اند سيستم سيتنجز، هاي تيودنا وتقطون اي بالضبط. بس السي دي صوره حلوه بعد العباره وبس. هاي هو كومنت، ايش رايك تحسسوا ولا لا؟ انا اوريدي مو من معجبين اللعبه فما اعرف، ما يعتمد على سعره. كم سعره؟ 35 دينار؟ 35 دينار؟ لا اي اوكي، يعني اوريدي اول ما تنزل اللعبه بتكون كم يعني 25 26 دينار؟ اللي هو 250 ريال، هاي 350 ريال تحصلون هالاشياء. يعني الاغراض مو بوايد يعني، بس حق سعره يمكن أوكي. يعني السبيشال اديشن اوريدي اللي يسوونها الاديشن شوي خفيف ويا ارت بوك وساوند تراك، بس هاي هاللي يكونون، بس هاي اعطوكم هاي والشنطه زياده، يعني يمشي صراحه، ما شفنا سعره مبالغ فيها او شيء يعني عادي. والمهم ان الناس ياخذونها، ترى يعني انا عن نفسي اخذ اذا باخذ سبيشال اديشن اخذ حق الارت بوك. لايت اوفر هاي مكتوب ورا ذي ذيس برودكت از ديزاين فور ايجز 17 اند اب، يعني هاي مو حق يا هولدي،
هاي واحد عمره 17 فوق 17 فوق ها ايه. زين هاي عندك يا ترى رجال ايه هاي حق رجال مسوينها بس طبعا هاي مو احنا ماخذينها الاخ اللي يصور ماخذه فهو بياخذه تعرفون بيخل يرقد وياه بالليل لان هو عمره 17 فوق هاك بس كان هاي كان الفيديو فيديو وتشوفكم في فيديو قريب لا يا بدنا نشوفهم شنو راح نسوون صح شخصيات الحياة لا تنسونها نشوفكم قريبا مع السلامة.